قبل التنقل إلى العاصمة تحسبا لمواجهة اتحاد الحراش لحساب الجولة السابعة. وركز المدرب كمال مواسى على الجانب التقني من خلال إجراء حصتين، الأولى في الصبيحة للاسترجاع والجانب البدني، فيما أجريت مباراة تطبيقية بين اللاعبين في الحصة الثانية. يذكر أن الحصة التدريبية شهدت مناوشات كبيرة من طرف الأنصار الذين منعوا التشكيلة من التدريب احتجاجا على النتائج السلبية للفريق مؤخرا. التغطية لنصر قلال. صعود راه ما يجيش في بدايه الموسم، راه كاين 30 جوله، كاين 8 ولا 9 شهور تاع عمل، دونك الانسان يصبر ويحاول كيف يتكل العمل ويحاول كيفاش يصلح الاخطاء تاعو ان شاء الله. حنا رانا مستعدين ان شاء الله يعني باش نحاولوا كيفاش يعني نسيروا المباراه تاعنا، ولكن قلت لك الفريق يبقى دائما في حاجه الى الدعم تاع الانصار تاعو. انا نوجد الماتش هذا بكل جديه مع ستاف تكنيك تاعنا. احنا دوكا كيما يقول لك رانا في فم المدفع، لازم احنا الماتش الجاي نجيبوا ريزلت بوزيتيف باش نوليو نكالميو الحاله. الماتش صعيب، هو في الناسيونال كاع لي ماتش صعب، ما كانش ماتش سهل. احنا نسيو ان شاء الله نديروا اللي علينا باش نعودوا بنتيجه ايجابيه باش نخرجوا شويه من الضغط اللي رانا فيه. هذا وقدم قائد الفريق عادل معيزه اعتذاره للانصاري بعد النتائج السلبيه المسجله مؤخرا، مبديا تأسفه للأحداث التي شهدتها مواجهة سكيكدا الأخيرة، موجها أصابع الاتهام لبعض الأطراف التي تريد زعزعة الفريق. حب تفز باش تخلط لنا في الفريق ولا تفز لنا في الفريق، حنا نتمنوا تكون الامور هذه خارج الميدان ولا خارج الفريق، خلاص صافي حسابات بيناتهم. حنا مهمه تاعنا فوق الميدان وخليو الفريق هذا يخدم فيه هدوء. درك تجي ما خليوش لي جواري اونتريني ولا يونتريني، وما انا نشوفها ما عندها حتى معنى، ما عندهاش حل. ما الحل هو لازم تبقى تخدم، هذه خطره الاولى ما تكونش دوزيام فوا ان شاء الله. مع الوقت احنا ماذا بينا نحسنوا النتائج وماذا بينا نونترينو في الهدوء، بصح لازم يعني نتعاونوا كل كيما رانا لازم نتعاونوا. في تقريرنا